السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم إشارة على السريع، واللي فيه بنقدم من 3 لـ5 كلمات بالإشارة. نعتذر جدا عن تأخير الحلقة لأعطال فنية، إن شاء الله الحلقات الجاية هتبقى متتالية ومفيش بينها أي فرق. وبناء على اعتراض المشاهدين احنا هنعيد الكلمات بتاع المرة اللي فاتت علشان يعني نعملها أبطأ شوية وأكتر وضوح عشان الناس اللي لسه مبتدئة في الموضوع وبالنسبة لها الموضوع بيلخبطها شوية. خدنا المرة اللي فاتت 3 إشارات سهلين جدا جدا جدا، وأهم حاجة في مجال التعارف. أول حاجة كانت السلام عليكم، السلام عليكم، ده لو أنا بكلم فرد واحد، يعني لو أنا بكلم مجموعة تبقى السلام عليكم. أنا كده إيديا أهي، كده كده عليكم، تمام. كده لو بكلم مجموعة. تاني إشارة كانت اسمك إيه، وبناء على إن أي يونيفورم بيبقى فيه باتش كده بالاسم، فإحنا بالصابع ده، الصابع باين بالصابع ده، بنشاور كده اسمك إيه إيه، وناخد بالنا من حاجة إن كده إيه، لكن أنا لو ضميت صابع على صابع إيه كده بقت كام، هناخد بالنا إن أنا بتحرك مرة واحدة كده إيه، ده اسمك إيه، تمام. تالت حاجة كانت عامل ايه، عامل ايه، احنا دي ثابتة كده ودي كده، ماشي، عامل ايه برضو ايه على بعضها، تمام. ناخد بالنا انا بعمل هنا عشان انتوا تبقى واضحة بالنسبة لكم الإشارة، لكن احنا المفروض ما نخرجش عن المربع ده ولا نداري بايدينا على شفايفنا عشان الناس اللي بتتعامل بلغة الشفايف، تمام. بلاش نلبس اي حاجة ملفتة في ايدينا عشان ما تشتتش اللي قدامنا، بدل ما يركز مع الاشارات هيتشتت في الحاجة اللي في ايدينا. وبكده نكون رجعنا كلمات الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا بقى نبدأ كلمات النهاردة. والنهاردة هناخد 5 كلمات عشان يلا بقى نخلص جزء التعارف ونقابل اي حد اصلا تتعامل معاه عادي من غير اي خوف ولا اي قلق ان هو ما يبقاش فاهمك او انك انت ما تبقاش فاهمه. لا، ما عادش فيه كده، خلاص احنا اتعلمنا اشاره وهنتعامل معاهم، ولو احنا مش عارفين حاجه هم هيعلموها لنا، بس على الاقل التعامل الاساسي نبقى عارفين. واول كلمه معانا هي، اول حاجه لما بنقابل اي حد الصبح بنقول له صباح الخير. الصباح مرتبط بشروق الشمس، فاحنا الاشاره احنا هنربط كل اشاره هاجي اقولها لكم هربطها لكم بحاجه ليها علاقه بيها، فتقوم الاشاره تفضل ان شاء الله ثابته في المخ. فاحنا صباح الخير، ادي دي الشمس وبتشرق، صباح الخير، صباح الخير، تمام. واشاره بقى شبهها خالص جدا، يعني مساء الخير. مجرد بس هنعكس الاشاره تبقى مساء الشمس تغرب، مساء الخير، تمام. بعد كده اشاره ساكن فين. بصوا يا جماعه احنا ادينا دي ثابته كده، ده باب البيت، دي ايدينا اللي بتخبط على باب البيت، ده بيت، تمام. دي اشارة بيت عامة، يعني ده بيت. لما اجي اسأل ساكن فين تبقى ساكن فين، بصوا ايديا كده كأن انا ماسكة حاجة اللي هو الحجر اللي بيمشي على الخريطة ده، فين، ماشي، ساكن فين، تمام. او ممكن برضو عشان نسأل عن العنوان برضو نفس الـ3 صوابع، بصوا ايديا كده كده، عنوانك، عنوانك ايه، عنوانك ايه، تمام. وبرده مش كام، ناخد بالنا من الفرق ما بينهم لان الموضوع بيعمل اختلافات كبيره قوي في الاشارات. يعني كده سالنا عن البيت او العنوان. نسال بقى عن السن. السن جاي من السنه، انا بقول سنك كام، يبقى سنك، سنك كام، ادي كام، سنك كام. في ناس بتعمل كام كده، يعني واضح ان هي بتعد بجيل عادي جدا. سنك كام؟ او عمرك كام؟ عمرك بنعمل كده 1 2 3، عمرك كام، تمام. نيجي بقى بتشتغل ايه وبتشتغل فين. بتشتغل كده كده، بتشتغل ايه، بتشتغل فين. هي اشارات كلها شبه بعض، هي بتشتغل هي اللي جديده بقى علينا، احنا خدنا ايه وفين قبل كده، يبقى بتشتغل ايه، بتشتغل فين، تمام. واخر بقى اشاره معانا خالص، واللي لازم اي حد ما بيشوف اي حد في الزمن بتاعنا ده تساله اسم الفيسبوك بتاعك ايه، فاحنا هنقول
اسم، احنا اتعلمنا اسم المرة اللي فاتت، اسم الفيسبوك كده، فيسبوك عند البق كده، فيسبوك كده، فيسبوك بتاعك ايه؟ يبقى اسم الفيسبوك بتاعك ايه؟ تمام. احنا ناخد بالنا من حاجة، ان كده بتاعك، كده بتاعي، دي يعني ملكية، يعني انا اجي مثلا اقول امي كده، دي ملكية امي، هي امي انا ليا. تمام. وبكده نكون خلصنا كلمات النهاردة، وبتمنى تكونوا استفدتوا والفيديو يكون عجبكم، وهستنى آرائكم في الكومنتس، وهستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تدعموني وأقدر أقدم لكم فيديوهات كتير ونتعلم لغة الإشارة كلها مع بعض. باي باي.